لا زار العلا الشاب خالد وحكى لي شيء كثير حلو. شو 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 اللي استغربته؟ شو اكثر شيء دهشك في العلا الشاب؟ في حكيت لي عنها اي والله العادي انا مش ان شاء الله اول مره اللي انا اللي عملت الافتتاح اول مره في السعوديه في جده اول كونسرت. أيوة. وبعدين ساعدني الحد عملت في الرياض موسم الربيع. وهذه السنة الماضية مشيت شفت يعني شفت عملت حفلة في العلا. استعجبت بالجمال يعني الديكور من عند الله. يعني في انت تقول انك عايش في عالم آخر.